سيارتي إذا تخرب، سيارتي خربت، أوديها للطبيب؟ سني قام يوجعني، أروح للفيترشي؟ نريد نشرب شاي، منو يسوي لي شاي؟ أروح على أبو التموين يسوي لي شاي؟ ليش تقولون لا؟ ليش لما نقول سيارتي تخرب ما أوديها للطبيب؟ لمن أوديها؟ للفيتر. سني قام يوجعني، ما أروح للفيتر، للدكتور. يا دكتور، طبيب الأسنان مو طبيب العيون، ولا أبو الأنف والأذن والحنجرة، ولا أبو الباطنية، طبيب الأسنان. ليش؟ اختصاص، اختصاص. السيد السيستاني يقلد، يقلد، شو تقولون؟ لا يقلد. السيد السيستاني يقلد، لمن بالصيف راح على الطبيب المختص بالعيون في مستشفى أمير المؤمنين في النجف الأشرف وسوى عملية، قلده للطبيب. شلون أنا سيارتي لما تخرب أروح للفيتر؟ يعني قلدته للفيتر. سني قام يوجعني، كن أشلع، أروح إلى طبيب الأسنان مو طبيب العيون ولا الفيتر، قلدت طبيب الأسنان، قلدت. لما نحتاج أي قضية ونروح على المختص، لأن إحنا مو مختصين، هذا تقليد. معنى التقليد أن أني أخلي عملي، أني محتاج عمل إصلاح سيارة، أني محتاج عمل تصليح سنوني، أني محتاج عمل شاي، أني محتاج عمل أزرع موز. اللي يزرع موز مو مثل اللي يزرع رقي، صحيح لولا؟ واللي يزرع رقي مو مثل اللي يزرع شلب، اللي يزرع شلب ما يعرف يزرع موز، صحيح لولا؟ أنا لما أريد أزرع موز أروح على المختص زراعة الموز، قلدته. أنا لما أريد أزرع شلب رحت على المختص بزراعة الشلب، قلدته. زين، هذا التقليد، سيارتي تخرب، أنا عراقي وأروح على الفيتر، مو زين. إذا رح، إذا الإنجليزي سيارته خربت هم يروح على الفيتر لولا؟ والصيني ما لها علاقة، شنو ديني، شنو أصلي، شنو لوني، المو مختص يرجع للمختص حتى يتعلم القضية اللي هو محتاجها. وهذا هو التقليد عند كل العقلاء، اسمه تقليد، مو اسمه تقليد، هو تقليد. أن أنا أخلي عملي قلادة برقبة المختص، خليها برقبة عالم وأطلع منها سالم. كلنا الآن السيارة لما تخرب يجي فلان ويجي فلان وش راح تقولوا له؟ عمي مو شغلك، هذا اللي شغله، تمام لو لا؟ خليها برقبة عالم أطلع سالم. وسني